السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير والنور والسرور. البارحة جيت أبوي من دبي لا أشفع ولا أنفع، ويت مرة قرب الأذان حتى ما وحالي يتسحر. البارحة ترى ما تسحرنا، أنا عادة بيت ميلة سقبيسات كل يوم الساعة 1 يحطون الفوالة، هي فوالة وهي سحور وهي كل شيء يعني عبارة المراد. فالبارحة فاتني الفوت، لا أنا اللي تسحرت، كلت كنافة هالكبير طيع، كلت كنافة، صرت محلين أكل كنافة، محل تحت في الدور الأرضي ما يازت لي مرة، ودرت ولي وياي كلو ولا أنا وي ما كلت منها. نزيل سرنا المكان اللي تأبوين هذا بعد سوق الذهب من ناكي، بعد كلت كنافة بعد زوينة ما تدل الدرب. وصلت البيت تقريبا ما يقارب 3.5 4 قاصر 3 قاصر زايد شوية. المراد ان ابوي هباب ما اخذت لي فنيالين و3 صحيحات، وكلت ابوي حبلين له 3، ورديت وكلت وراهن صحتين وتقهوت شوي ولن أدن ما هو حالي. فرقدت البارحة بلي سحور. فالبارحة الله يحفظ كم شيء غريب كان في دبي مول، ولا الهوب ولا نفاخ الضوء ولا آدمي جليل انقلم من ذل، يمكن 1% كان شيء في أوادم، 1%. ما أدري فهم العربين أن نحن سيرتنا سيرة مرة رقم 1 يوم نحن نوصل الساعة 10:30، يا غير ما شيء أوادم، أوادم ما شيء في المول أبدا، أوادم ما شيء. أنا أتوقع ما شيء أوادم، شو السبب؟ والسبة الناس اللي تسير وتصور الدنيا كلها هذه، فقالوا العرب نحن ليش نسير المول أنت أبع عمارنا نتلبس ونتزرزر يومها أبوي القنوات والشباب والحريم والريايين يومين يسيرون دبي مول آزمة، وصورون اللي في البترينات كامل ويراوي الفصوص والزري فيصورون كل شيء، اللي على الرفوف اللي فوق الرفوف اللي في البخاخير اللي في ستورات المحلات ما دبي مول، فما شيء شغل عندهم، فيمشون يخطفون يصورون حتى الصناطوين يصورون أي شيء المهم يصورون. فلذلك العرب وتمت ما بتصير يعني، لأن عندهم بث مباشر شو اللي موجود على البترينات كامل، فالناس أبوي ما تصير شي يصيرون يسوون عندهم أبوي حد ساد وباد وفاك العرب من الصدع والديانة ومن العنوة، من العنوة لين دبي مول. قال أبوي نحن، قالت العرب نحب أبوي ما بنسير لين دبي مول، عندنا فلان وفلان 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 ناهي غير عن البث المباشر، حد من العرب من يصبح لين يمسي في المول وهيلة بيس الصوير. فقال أبوي نحن ما بنسير دبي مول، ايش عليهم الطرق، انت عنا وحد غيرنا قاص الحية وفاكلنا والصدع، فلا بنسير ولا بنتعنا. فلذلك أبوي تمت العرب ما سير، هذا احتمال، مجرد احتمال. فلذلك البارحة أقولكم ولا نفاخ الضوء، ولا نفاخ الضوء فيها في دبي مول، السوق يصفر يوم يقولون المول يصفر، هذا ابوي المول البارح كان يصفر والله. يا شيء من المطاعم ما شيء الا الويتريه مركزين، تحراهم مراش، شكلهم تحراهم مراش مركزه داخل المطعم. هو يطرح الشر الهيعاد، هي المطاعم من قبل قايل، انا من قبل قال العرب في رمضان ابوي ما حد ياكل في المطاعم، البيوت والميالس والمبارز والقصور كل الدنيا طلقه، كل الدنيا طلقه، والمطاعم والخيام وما ادري شو والخيام الرمضان الناس. فاتوقع المطعم اللي بيسوي وانا قال من قبل اللي عند ابوي مشروع مطبخ او مطعم في رمضان ابوي يعطي ابوي عماله اجازه ويعطي الويتريه ياخذون اجازه ابوي لين عقب العيد بعشرة ايام، هذا يسمونه البيات الصيفي. هذا البيات لازم، لان ابوي ما شحركه شو بتسوي يعني، فاللي فيه ذهن في حاسيه يعطي ابوي طبابيخ او بشاشير يعطيهم اجازه مدفوعه الحساب، يعطيهم اجازه
يعطيهم معاش ويبذل عليهم، لان تباهم يجون فريش رقم واحد يجون خير، وسهال ساري عند هاليتهم عيني من الله خير، شافوا عيالهم ورادين ابوي بيشاهدون ضيانك وجدورك وانت لم بالبيزات، يلس الا لين بيزات وهم بيشتغلون. ما شي مشكلة، كان اعطاهم ابوي اجازة، هب اجازتهم السنوية العادية، بعد فوق اجازتهم السنوية اعطهم هذا شهر رمضان. انت ابوي بتفتك من الصدع والديانة، وجلب ابوي جلب مطعمك هذاك اليوم في رمضان مكان يعني شاي وقهوة، او حط لك نفر مفرين، سوي لك شيء ناتق جديد مكان المطعم. مش غلط ترى، مش غلط، دخل لك فكرة جديدة، يتحول الى مرسم، يتحول الى بيع مكان وعيان، شيء اواني خفيف مزخرفة، تتعرف مع احد من هالتاجرات الصغيرة اللي في البيوت وتقول لهم ابوي انا في شهر رمضان بعطيكم هذا في حب الله، تعالوا اولا زكاة عن دكانك وعن محلك، وبتنفع فيه اسرة متعففة، وبتنفع فيه عائلة محتاجة، اسمك معروف المطعم التدريب انه ما حبي يسون كشون الدبان، ما حبي يسكتش الدبان، فك عمرك من الصدع والديانة وتصدق، خلي يجون نفرين ثلاثة من هاللي عندهم مراسم، او عندهم مراسم يعني مرسم، اظني غلط مراسم لكن ما علي، انزين، او عندهم اي شيء يسوونه تجارتهم المنزلية يبرزون. والله انا رايي هالنمونه، توني والله ليتني الفكره، يكون مطعم كم مكبرة تأجره، هب اذا ما تبى تأجره، اذا يعني نويت انك ما تأجره سوى في حب الله، ولا اجره نفاد، سوى النص الطرف هذا ونص الطرف حق تاجرتين، كل وحده تعرض سامانها على الطاولات، روح بيسوون شيء جميل، بيسوون شيء جميل، انت بيلحق اجر وبتنفع عائلتين، بدال انت ما والله اني شفتهم البارحه مركزين يا غير تحراهم مراش مراش الويترية يا غير مراش، والله يا ابوك ما ولد امه وابوه في المطعم، المول بكبره ما شيء اوادم البارحة، المول بكبره ما في اوادم، لا حول ولا قوة. شد تكلمنا في عن موضوع من زمان، العام اعتقد العام قبل هالوقت بشوية تكلمنا عن موضوع الكبر والصغر، والإنسان من يجيه العيال وشوية يبيض لحيته، يبيض شاربه، يبيض راسه، شو يستوي الوضع، شو هاك الوقت، شو المفروض يستوي يعني. فالمشكلة حاليا أنت من يجيك العيال، والله يرزقك العيال، شوية يكبرون العيال ما توعى، لا بتبتدي الناس تزقرك يا خالي او يا عمي او يدي او يا الوالد او من يشوفونك اخروا عنك، يعني على اساس انك انت يفتحوا لك المجال، اسب هالشعرتين البيض اللي فيك، ما عليه وقار واحترام ما شيء مشكله، وقار واحترام ما شيء مشكله قلنا، لكن توصل الى مرحله من تجبل على حد في محل ولا شيء وحد ياس على كرسي نش، استريح استريح استريح، انت ما فيك على الوقفة. هي وابوكم هاي مصيبة، انا ابو ترني انا الحينة مرة وقف البتري، وصلت الى مرحلة من اجبل نشوا عن كراسيهم وقالوا تعالي يلس، لا ف هذه وقفة وايد لازم توقف وتتأمل يا الانسان شو اللي يدور حواليك، شو الهست، شو الموضوع، شو صاير في الدنيا، خير إن شاء الله، وصلت 50 55 60 شو المشكلة، لحنا نقصنا ولا أهل الهوى زادوا، تو الهوى بادي بوي كان رجال له حرمة 40 و45 تو الهوى بادي، يخلونك تزيق من تسمع الرمسة هذه، ويا خالي ويا عمي ويا يدي، خلاص أبوي والله يا ابوك حتى قلبي ينقبض، الفاد يضرب اشارات الرفيف، يفر الفواد مكانه، شفنا يعني من الكلام هذا اللي تسمعه من تجبل على حد يا خالي ويا عمي ويا يدي، شو هذا ينيتو انتو، سلام عليكم، عليكم السلام، تفضل الوالد ولد عليك الكت، لا بوالد ولا شياته ما عليه، وهذا من باب الاحترام ما عليه، لكن تعظمون بالامور اني انا الحين قضيت يد السكن، لا
فهذا شيء لازم الإنسان يوقف ويعمره ويحاسب نفسه ويركز شو اللي مستوي في الدنيا، شعده ما بدأ، شو اللي تغير. تول هو بادي بوي 50 و45 و55 حتى 60، يبونك تتقرقم مرك، تتقرقم وتتكود وتجلس، تتقرقم وتتكود والله يا ابوكم يا واحد في الجيم عندنا، قسم بالله العظيم انا داخل الجيم وهو ظاهر واحد غليويسه، والله انه ما يسوى شف طعام، ما يسوى شف طعام، مذرق. شلكم تدرون شو قال لي؟ واحد حليان بعد ما بين هاي لزقرة الفنانين المشاخص، حليان ما في العين شيء، مذرق اقولكم، كبره وعبره ما يسوى شف طعام. يوم اقبلت سلمت عليه، الوالد شو جاي بنك يا ولد الحلال؟ شو جاي بنك انت الحين؟ تعب عمرك انت الحين تلعب في الوقت الضايع، رد ابوي سر بيتكم، يوم بتسوي رياضه تخلمول تمشى شويه حوض نص ساعه ربع ساعه قبل المغرب، ورد بيتك عند عيالك واهلك ورقد. ابوي اللي في جيلك انت ابوي خلاص الحين المفروض لا يتمرن ولا شيء، شو تبى بالتمرين؟ سر تمشى. وانا سر تمشى انت ما بلازم تيجي تتمرن. والله يا ابوكم كان ضاربني بخنيار في سابعتي وقسم بالله العظيم. ومن هاك اليوم كل ما اشوفه اطالعه بعين شر، لو هو هواية يعني ما شاهدت في هاك المكان، والله يا ابوكم يعني من اشوفه اني افر ويه مسير يومين عنه. وهو خبر خير والله، ولا افتكر بي، لانه لو عنده احساس او ادراك ما رمس انسان بهالطريقة وقال هالكلام الجارح وقال هالكلام اللي يكدر اللي كسر المياديف. نعم ما يقول هالكلام اللي كسر المياديف الا الانسان السلبي، الانسان اللي ما فيه طاقة ايجابية، انسان يتحرى الدنيا الا فالتوه خذوه قلوه. نزيه الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من وطت رجل هذه الأرض، خير 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 خلق الله وخير إنسان موجود على وجه الكون الرسول صلى الله عليه وسلم. نزلت عليه الرسالة السماوية في سن 40، وحارب الكفار في سن 50 لين آخر عمره. يعني معناته النضوج للرجل في سن 40 وعنفوان قوته في سن 50، فكيف يعني يوم خير خلق الله هالنمونة؟ هذا قدوة أمة محمد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا نحن كلنا يا مسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم. نزلت عليه الرسالة السماوية في سن 40 وحارب الكفار في سن 50 لنهاية عمره. معنات ان سن 40 انضج عقل وسن 50 اقوى انسان، الرجل في عنفوان قوته وعطائه سن 50. وخير دليل على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه اشياء ملموسة واقعية، فكيف يبوننا نحن كبني آدمين الواحد من يبيض راسه ولا بيض شاربه؟ ولا قالوا لي والله قر انت في البيت خلاص انتهى عمرك، وقف الشيء هذا، انت ما تروم تعطي، انت ما تروم تبذل، تقاعد قر في بيتك. هذا تشوفون الصواب انتم، هذا ابوي كلام فارض، وهذا كلام سمعتوا بالكلام، يقول لك الكلام اللي تلثم عنه هذا الكلام اللي تلثمون عنه والله العظيم. فالإنسان السلبي، الإنسان السلبي اللي ما فيه طاقة ما فيه حياة، يتوقع كل شيء بيه ويالس مكان، لا والله نشاط مدام فيه هبة والله لركض على كراع وسير وي وكشت وتمشى وما خلي بقعة تعد وتذكر على وجه الأرض، ما خلي بقعة. والعيال اللي بيقولوا لي أبوي، عيال يقولوا لي قر في البيت وتعال أبوي ارقد ولا تتحرك ولا تبذل مجهود ولا تسير بحر
ولا تصير بر وقر ابوي هاي تريونك ابوي تريونك راعك بس لما ينتهض والله يا ابوك بمبرز ما يبول لك تايلس ما فضل عنك بالحوي وصبون على راسك الهوز هذا التجميح يسمونه يبونك تتقمح وتصير تشيس نفسك كانك ذكر ولا انثى هذا الكلام للرجال والنساء انت بعد الحرمه اللي بيقولوا لك بنياتك لا تعدلين ولا تزينين تمي كتشره يبنك تغدين ساحر من سحر قيس اها يغلبنك بنياتك خليهن ابوي بحصن العين ما شافت الخير فيهن اللي يقول لك قري ولا تعدلين وهذا مايا ما يوالمك لبسي حتى الفساتين حق ابوهن ما عليك منهن ابوي لبسي اما لذة وطاب ولبسي اخير اللبس ودزي الصبح بعقد والمسا بعقد حق ابو عيالك هذا هاي الصناديق اللي مزرها القماش والماس وعقود كل عقد 16 ذراع وبملايين حق الاخره هذا مهم بحق الاخره حين لبسيهن صبح واحد والمسا واحد وكل يوم لبستين لبسي وثلاث وكل ودزي بالحيل كله هبي يقول لك هذا ما يوالمك بي والمك اي والمك ونص عندك ريل ما عندك ريل نفاد حق عمرك ريلك ما الله يحفظه استغفر الله العظيم الله يغفر له هي نعم تزبري وتعدلي حق عمرك بقي بقيس المعقول يعني لكن هبت تخلين عمرك بشيء مسمله وشيء ما يتشاهد لا ريح لا عطر لا شيات ما يستوي ابوي ما يستوي هذا شيء وايد ضروري العدال هذا شيء وايد انت حينه انت وانت ما سمعت الوصف المتوصف شي يقول محل الدين والدنيا الى اجتمعا ولا بارك الله في دنيا بل يدين محل الدين والدنيا الى اجتمعا ضربه الى اجتمعا ضربه محل الدين والدنيا ولا بارك الله بدنيا بل يدين دنيا بلي دين بعد ما بعد له يعني دنيا العدالة والشراغة وهذا وما شيء دين شخانته هذا الادمي هذا ابوي مشاهد الكلاب ولا مشاهده وبعد الانسان المدين وما شيء دنيا بعد يا ابوك هذا كابريج دنيا ودين دنيا ودين الحساب عند الله سبحانه وتعالى اها لازم الدنيا والدين مع بعض هبتخلون الدنيا ودين نيستي ولا الدنيا شيء ودنيا ما شيء ودين ما شيء ما يستوي ضروري تعادل تعادل والمساواة التعادل والمساواة بالدنيا والدين والله العظيم يعني صدق رمسكم بتغدون بخير وسهالة الدنيا ما شيء شراته لكن دنيا ودين مع بعض يلا الله يحفظكم والسيدة خديجة رضي الله عنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في انفوان قوتها في سن الأربعين وأنجبت العيال الذكور والإناث ما قالوا سن الأربعين شو يسموها عانس ولا باير ولا عجزت لا سن الأربعين خير نساء الخلق زوجات الرسول خير 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 النساء زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سن الأربعين من الزوجة وهي في عز قوتها ويابت العيال ويابت البنات الحين نحن البنية من توصل 25 27 إيه منو بياخذ قديت يدة السكن اللي ما تعرس بنت 13 و15 خلاص أبوي اللي ما حيروها وهي بنت 17 ما حبي إلا أبوي ما حد هذا كله من هالرمسة خلوا القدوة الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته سن الأربعين والخمسة وثلاثين وثلاثة واربعين وخمسة واربعين يوم الله يكتب الحرمة الزواج من الله يكتب لها هذا نصيبها يعينها ما ياها في الصغر بيها في الكبر لا تشوفين عمرك انت وصل عمرك 35 قلت خلاص بربي اخواني وبربي عيالهم انا الله تصير اخوانك وتصير عيالهم فوقهم اسميك ما عندك مون والله تقرقمين والله يخلونك حالك حال بشكاره تجلس تكدك كد حرمه الاخو هي نعم لان تبوي انت انت صاخيه بعمرك انت راضيه على عمرك المهانه لا والله حالك من حالها اب هي خيار لا
انت الساس، انت خليفه اللم في البيت، لازم الشور والامر والنهي كله عندك انت. ها تخيلي من الاخو ولا من الابو ولا من الام؟ لا والله تول هو بادي، تاكدي اللي تعنس دوم تاخذ خيار القوم، من تعنس دوم تاخذ خيار القوم. ويا ما عندي بالاسامي ويا ما عندي من ال... وما تقول تقولين في خاطرك انا ما بحلوه محبه ياخذني. ابوي كان ساقطه الهلاقطه، والله يا ابو كني عارف ابشع البنات وماخذينهم اجمل الشباب. هذا رزق من الله، هذا تقسيم الجمال والحسن والدلال. ابوي واللي ما تحليه دوده تحليه دوده، اللي الله ما اعطاه جمال في وجه، اعطاه جمال في اصل، اعطاه جمال في مذهب، اعطاه جمال في دين، اعطاه جمال في ثقافه، في ادب، في اخلاق، وايده اشكال الجمال. اذا الله ما بعاطنك جمال شكل ولا عاطنك راس قطقطه، عاطنك بشره، الله عاطنك قطاقط، لكن الله عاطنك خشم غاوي، الله عاطنك بشره غامجه، لكن الله عاطنك حسن دين وحسن اخلاق. والله يا ابوكم يا حيد الحين الاول مدينة زايد، يا اخير العرب ماخذين ابوي البشره السمراء، اخير العرب اكبرها واسمنها واصلها عيال من عيال قباس، ومن الناس كلها خير بركه. لكن اقول لكم حتى من اخير العرب ومن اصلهم، نعم ماخذين البشره السمراء القامجه ويايبين العيال، وطار الله مطارح البركه فيهم وفي عيالهم. ما قالوا هذه ابوي من اصل فلان ولا من اصل علاني، الناس اللهم لك الحمد ابوي المياه تواردت، ولا فيه ابوي عالي ولا في داني، خوص بخوص رقعت السمه خصف. نعم لازم ابوي اللادمي حين يرضى بقسمه الله، حين زمان العنصري وزمان هذا ابيض وهذا اسود، وهذا أما هندية وهذا أما مصرية وهذا أما مغربية وهذا خوالة ما أدري من البقعة الفلانية. تتبون خوالة لو تبونه، من تشوفون ريال وطيب وزين وحشيم ونظيف وكديد وما يدوخ، هذا أهم شيء. الدواخة هذه مصيبة، هذه الدواخة هي المصيبة. أو عينوه أنه يودر الدواخة، أعينوه في أنه يودر الدواخة وخلاف جابوه. الله كريم، البيوت أما الزرع يميع لبني، وكل من سار حد يخاط. انزين في شيء ثاني يقولك، والله البيت الفلاني ممزور بنات، هي تيار، ومنو قالكم أن بنت التاير ما ياخذها الإنسان اللي ما عنده شيء؟ صاحين أنتو؟ حد منكم صار حق بنت التاير بيخاطبها؟ وهو عاد ريال، لازم يكون ريال ودناس وعرب وقبائل وخير وخايفه من الله وراعي وظيفه، من يصير بنت يخط بنت التيار بيجوزونه؟ في قرار سمعته انتو؟ امر من السلطه الفلانيه ان بنت التاير ما ياخذها ولد الانسان العادي اللي ما عنده شيء؟ هذا كذب، هاي رمست انت على من دونها. بنات التيار ابوي ياخذونهم بنات افقر الفقارة، وبيغنيهم الله وبيرزجهم الله سبحانه وتعالى. بونا ابوي اللي ما عندي عطي لي عنده. تقول ابوي انا ما بروم اسير هالبيت، ابوي قصر بيتهم بنقله مكبره، انا بسير بيوزوني؟ ما بيوزوني، مدحوه بنت، والله يوزونك بيوزون يدانك. البيوت ما زر بنيات، ما حد ابوي ما يبستر، كانك تحيد عمرك ريال وفيك خير ومقتدر وكديد، ما بصير على الطماع. ترى ابوي هابوا عندهم خوال، عندهم عمام، عندهم اولاد، وعندهم والبنات روحن محنكات الحين يدروبك. كان واللي يحيد عمره طرطنقي لا يصير عند بنات العرب، تيار ولا غير تيار. واللي يحيد عمره ابوي بطالي، خمار، زمار، من سمعت بطاليه لا يصير. لكن اللي يحيد عمره ريال عصملي ولد رجال والناس مستر الله راضي عليه، يصير اي بيت. ما حد يقول لا، مدامه يحيد عمر رجل مقتدر وكديد وما بداخل على الطمع، والله يوزونه. كل هالبيوت ابوي مزره، هالقصور وهالبيوت وهالكبار والصغار، البيت العود كلهم مزرات بيوت بنيات. يا غير ابوي بحد يحترج منكم، سيروا بتحصلون،
شل عمك خالك، لو صلي باب البيت دخل المبرز، تعرف على الريايل من يشوفونك، انا فلان هذا عندي وهذا ما عندي، وانا ابوي ادور الستر عبالي حرمه. عندكم حرمه بتيوزون؟ ما حد، والله ما حد يقول لا. عايبنهم العرب بيوتهم ممزرها بنيات، كل بنيه يديلها تلين شعب ريلها، والزين والحشم والدين والوقار والثقافه والاصل والفصل والعلم والخبر. تام ما تبلي ريال، تام ما تبلي ريال، لان ريال ابوي ما حد يصير يدور حريم، يتروعون من الصور، يتروعون من هالسيائير، يشوف عنده سياره مدحبه ولا هارتوب، قال والله انا ما بسير اختم البيت الفلاني، بيردون. ما حد ابوي بيردك، ما حد بيردك، يبون هالريال لو حمالي، لو حمالي يبونه، وهو ريال، اهم شيء يكون ريال. خايف من الله، مصلي مسمي، ما عنده ملفات وما عنده دواخة وكلمة عوية مستظلة، ما برماس، ما بيفلط في الرمسة، ما بي يجلس بين الريايل ويبربخها، لا. الرجال العصملي، الرجال اللي شامس انباطة، الرجال ولد الرجال، يوم يحيد عمر الرجال صار اقبل على العرب وقال ابوي انا ادور الحرمة. مليون ادمي بيوزن، مليون. لا تقول هاي الطائفة الفلانية، هذا ابوي انتو حاطين في بالكم ان هاي الطائفة الفلانية ما بتيوز، والله يوزون، يدورون الستر لواد من بناتهم، عايبنهم كل وحدة مركوزة في البيت يا غير عمدان. منو بعد؟ مساكم الله بالخير للمرة الثانية، الله يحفظكم. على فكرة حطيت قاعدة للتليفون، اقدر الحين اسوق واقدر ارمس واقدر كل شيء والتليفون مركوز هناك. المراد يعني تليفون داخل من الاهل، وسرت تميت ارمس عندهم وسولفت، جايينهم ضيوف يعني، وخلص شغلي اللي انا اسال الله يغرب لك انت. هذا الله يحفظكم من هل وياي وخرب علي. تعال شي خلي يشوفونك على العرب، بس ما يبين له، لازم بعد نحيسه هذا، بعد هاي مشكله تكمل. المراد ما نكمل، ما بقصه، هذا موضوع وايد ضروري ان العرب تركز فيه. حوايدين الناس شباب عوايل عندهم اولادهم ريايل بالحاهم، الريايل بالحاهم يبون من البنات هل بالقصر هذا او هل بالبيت هذا او هل بالبنقله هاي العوده او بالبيت اللي كبر قصر شداد بن عاد، يا غير متروعين يقولون نحن بيتنا هالكبير ورون خط من هاي، لا ابو يترومون ونص، واللي يقولكم ما ترومون غلطان، لان انتم ما بتعفدون من فوق الدار، بتدقون الباب ولا بندق الباب يا اهل جوار، ولا انا غلطان؟ وكلوا على الله، اللي عنده ولد وحيد عمره ولده رجال في خير يصير يخط من اي مكان ان كان، ما حبي نرد على موضوعنا. موضوعنا على الله يحفظكم في البلادين اللي من غير، البلادين اللي من غير الله يحفظكم، يوم ابوي يتريون الريايل والحريم يتريون عمرهم متى يوصل ما فوق 45، هذا عندهم يعني يتريون بفارغ الصبر، هذا المراهقة وأول ما يتعينون وأول ما يتوظفون، هذا مرة ما يعني لهم شيء ولا يفرحون به ولا ينقلون همه منه، هذا الوقت يفرحون من بعد ما يلامسون سن 50، يسمونه سن الشباب المتأخر، سن الشباب المتأخر، في أسبانيا يسمونه سنيور، الرجال سنيور والمرأة سنيوريتا. ليش سنيوريتا؟ توها ابوي ناضج 50 رقم واحد غاية المتمني، هبنا حين 40، قالوا لها انزربي خلاص ابوي سكر فاتج القطار. اي نعم، يسمونه وقت الشباب الاخر او الشباب المتأخر، نحن نسميه المتشبب، في الخليج يسمونه متشبب، هذا المتشبب هو ابويه اللي يعيش بخير وسهالة، هذا أولا. وثانيا هناك أبوي شرف تكو كان عندهم ولد ولا بنية ولدين لو بنية، واللي هو كبروا وفكوا والديهم العبالة فتفيقوا العمارهم، نحن لا، من يعرسون العيال نشو انتو حين يلبوا يلم عبارة سويتوا يدان يسوح يربوا ولبسوا تفارات ونظفوا وبمبرز وتفار وتحنط الزمان ورضعوا عجيب
نحن ربيناكم انتم برد نربي عيالكم. لا والله هذا ابوي وقت الانطلاق، وقت ابوي الحريه، وقت السفر والسير والجي. هذا النوع الله يحفظكم العيال يسمونهم العيال الانانيين، اللي ما تهمهم الا مصلحتهم، تهم مصلحته مصلحه حرمته، فيشوف اليد واليده ما عندهم خلاف، فرحانين فرحانين بالعيال، فلذلك يودر عياله وعيال حرمته يخليه عياله يعني، لكن يتفقون على شو يسمونها، متفقين على ضعفة البخت، يودرون ابوي الاحفاد عندي يدتهم بيدهم، فيلسون اللم واللبو عبارة كأنهم مربيين، فربوكم انتم وهم كبار ويردون يربون عيالكم. متى بيرتاحون؟ شقب 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 شقب. فدول غربية في اوروبا شي يسوون؟ ابوي خلاص من يكبرون العيال افتكوا بالصدع والديانة، افتكوا بالصدع والديانة، فتلقى طحينة. هذاك وقت شراغتهم، وقت الرحلات، وقت الصيد، وقت فيتفيقون العمارهم، يتفيقون العمارهم من يزيدون من يتعدون من مرحلة 45 47 فيقوا حق عمارهم، ودروا عاد عيالهم، عاد حينه كملوا ما شاء الله موظفين وعلى ويه زواج، ابتدوا يتفيقون العمارهم. ابتدت ابوي سيرة النوادي، ابتدت سيرات ابوي السهر والشرق وغرب، كل شهر يصيرون العمرة، كل سنة يصيرون الحج، يصيرون سفاري، يصيروا كل مكان يعد ويذكر في الدنيا ساروا. لما اللبو خلاص أدوا اللي عليهم، أدوا رسالتهم، كبرتوا، كل واحد قدامكم بغل طولة طول وعرض عرض، عطوهم اعتقوهم لوجه الله. متى بيازمون يعني من يوم انتم ياهال يربون عيالكم وعيال عيالكم؟ لا والله لا خير تنفيكم، كانكم انتم بتكدون. فما بعد الخمسين اسمها مرحلة النضوج والراحة، وكل شيء بيشوفونه أي إنسان ما بعد الخمسين بيشوف بعينه في أي بلد يسافره، النظرة هذه تختلف عن نظرك يوم أنت ولد صغير، لأنك خلاص نظرة إنسان ناضج شبعان من أمور المناقز واللينان والشطة والصدع والديان، خلاص أنت حين إنسان ناضج فكريا وذهنيا، فلذلك أنت إنسانا تعرش الطالع، تعرف كيف تستمتع بوقتك، متى رقادك، متى راحك، متى تمشيتك، حتى بس تستمتع باستنشاق الزهور، الجو اللي انت عايش انه هذا تستمتع حتى بالاكسجين ماله يجيك مختلف. يوم انت الاول واحد دوك مفرجع الارض غير وحين غير. فسن الله يحفظكم ما بعد الخمسين يسمون ابوي سن النضوج، سن النضوج الفكري، سن النضوج في كل شيء تقدر اللي تحيد عمرك. والله انا الاول سويت وفعلت وتركت، هي نعم سويت، لكن ابوي ما تلذذت، ما طعمت طعم الحياة صح. طعم الحياة صح متى؟ بعد الخمسين. بعد الخمسين طعم الحياة الحقيقي اللي هو بتأني وبتركيز وبإخلاص وبرغبة، ما بمال في وعطى بيزة دهان العمات هوي هوي، لا فرق بين التأني براض أستأستة عن الوقت اللي خطف، الوقت اللي خطف ركضي الدنيا ونوراك تحرى القوم تروغك، تبع من كل شيء وايد، تبع من أكثر شيء. ولا نحن الحين الوقت اللي أنا أشوفه من الواحد وياب له عيال ويوزهم، قالوا له خلاص خلاص، ترى يقولون هالزلمات سن الستين، سن الستين يحتاج سكين، سكين عرقاب عدوان الله اللي ما يخافون من الله. سن الستين سن ابوي الشراغة وسن الأناسة وسن الاستمتاع والتمتع وسن السيرة واليية، سن تول هو بادي، سن الستين سن تول هو بادي، شو التحرون الهو ابو تونا بالحمد، تونا بالحمد، وينك وين باجي ثلاثين جزو، ثلاثين جزو تونا نقول بسم الله، الحين تونا بادي، تونا على باب الله، الله العظيم يعني بقولهم مصيبة.
الوقت يخطف، عبارة عن عداد، عداد يشرخ، هيلا بيس هيلا بيس، عداد يمشي طاحونة شرات الرحى. لا تحسب أيامه، لا تحسب وقته، وصلت أبوي سن 50 و60 فوق، البس وتعدل ودز بالحيل كله، ولا عليك أبوي من اللي كسرون مياديفك ويقولوا لك قر، وهذا ما يوالمك، وهذا اللون ما يناسبك، وهاي السير أبو مبلك أنت، وهالبلاد بلد شبابي أنت، سير أبوي هيلس إلا أيها الله. العمر هذا اللي الناس تحسبه بالسنين عبارة عن رحى، لا تحسب أيامه هذا ولا تحسب سنينه، يزول ما شافته. اقض بما يرضي الله وعيش حياة طبيعية، وعيش أبوي حياتك كأنك توك بادي، توك بادي الحياة، لا تتفرحين الدنيا مجفين، تول هو بادي مثل ما قلت لك. من الحين وساير، من الحين وساير، لازم يكون القلب خضر. أها حد يعقك في تل ويقول لك هاي هذا أبوي ما من ملابسك، كل من ملابسك وكل زين، وعيش أبوي ألوان الطيف، وعيش أبوي عمر الزهور، عيش وقت الطفولة حتى في وقت الشيخوخة، يوم كبرت وغديت يد السكن براي براي إني بعيش حياتي، حياتي اللي ما استمتع فيها الأول بستمتع حين الله رها علي، والحمد لله الأول عيشة ضنكة والعيشة متعبة وعيشة غربال ومكد وبحر، ويكدون الملح ويكدون السمك ويكدون الحطب ويكدون الصخام، الحمد لله الله مالك الحمد، الله هنعم عليهم الحين خلاص يتقمحون، تجلسون انتو تلفون ما وراهم ودونهم، واللم واللب يازمون شي على هالنمونة، لا سيد الظهر، لا والله عيشوا بوي، عيش الحياة اللي ما عشتوها الطفولة الأولية عيشوها الحين، ولا تجلس تفكر بينقدون علي ولا بيقول لي فلان ولا بيقول لي علان، مدامك انت راضي عن عمرك وتشوف الله سبحانه وتعالى انك انت مراجب الحي القيوم في امورك كلها، تأكد وينبح صوت العين ما شافت الخير منه، لا حد ابوي بيدخل وياك القبر اللي بيحاسبك الله سبحانه وتعالى، وقبرك ابوي بيضمك روحك بيونك ابوي ناكر ونكير، ان كنت فنان تراك بيكون وياك فناني، واندرت على درب الشرق وغرب ودرب الخنا دسته مرزبه معالي راسك، فلذلك مدامك ابوي حي تشبه وتعدل وتزين بما يرضي الله، لا تقول ما حد قال لك، لا والله لازم القلب خضر، اذا القلب ما بخضر شو خانك، والله يا ابوك لا تتطوى وتتشسف وتغدي، عبرة العابرين تغدي. جميرة يا الله يبارك فيك، ما يباجي اشارة ولا في مين، وبيت الشعافر بيدور على اليسار، اذا الله جعلنا معين ان شاء الله وفطورنا عندهم ومسانا يا سرنا دبي مول، يا ربي ما زين لون جهنمي هذا، سيتي ووك دبي مول، لو سيتي ووك واحد من الاثنين، بنشيك ويا الشباب وبخبركم. مليون مرحبا ابراهيم توفيق، مليون مرحبا تو ما نورت جميرة، الله يرحبك عفا الله يا ابو محمد، ونور نورك يا ابو محمد، تجواء جميرة شقايب؟ اي والله طيبة الحمد لله، وتصير عندنا ناس طيبين اخيار فنانين مثلك وشرواك، جزاك الله الخير، وانت ما تعرف الا الناس الطيبة والاخيار يا ابو محمد، الله يبارك فيك، بارك فيك الله، قدامنا وصل انه اخذ هلال بن محمد، والنعم اي حافظ على هلال، والنعم انا الحين الله يحفظكم بيت حياة عبد الناس الدليل بالشفاء، هذا جمال الله يسلم زين، وهذا حين جمال عندهم اول بادي العظم وفامنو سيف علي، هذا سيف بن علي الشفار، اي احمد سماج حسين الشفار حمدان سيار، وين حمدان بصياح، محمد الخوري، هلال بن محمد، ابراهيم توفيق، ربيع ابراهيم، هذا الخبير مال الاسناد، ها شو اسمه طلع لي خالد، منو خالد؟ خالد العمرك ها صديقي صاحبنا منا، هي حجي هاي الحايب حاي حاي عبد الله الحاي، اي نعم هذا عبد الله بن حسين، عبد الله بن حسين الشعفان، عبد الله محمد صدق مني، هذا ولدك
هذا ولدي. هذا محمد بن جمالي الله يحفظه حبيبي. اليوم نحن في ضيافة من وين؟ في ضيافة الشعب. يعلك تسلم. نعم وجميرة كلها. يعلك تسلم. يعلك تسلم. الله يحفظك. تعال. السلام عليك. شاك حبيبي؟ خير أنت؟ بسم الله عليك. قال الله يبارك فيك يحفظك. الحمد لله. أنت بخير. اسمك سعود بن حشمه. هلا 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 هلا. من السويد شيء جمال؟ من يوم ولادتي. إيه. لكن حاليا لا الحمد لله. حالة مستقر. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. شوف ما شاء الله ما شاء الله. الله يطرح البركة. الله يطرح البركة. شوف أنت مازين إلا إبراهيم. شوف إبراهيم يعني الله يحفظه. تبارك الرحمن تبارك الرحمن. يعني الله يبارك فيكم. منو بلعك هاك ولك شو منو؟ خالد. خالد. تعال اسمع. لا أنا بكبري بي. انت من شو من وين وشو اسمك؟ انا اسمي خالد عبد الله القاني. هي من تونس تونسي. ما شاء الله عليك. مقيم في دبي؟ مقيم في دبي. ايوه ترسم. انا دكتورة دولة. دكتورة دولة علوم سياسية. اوكي. وانا اختيست فنان ناقد فني. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا. نايس تو ميت يو. نايس تو ميت يو. رمضان كريم. ما شاء الله عليك. اوكي. شكرا شكرا. تعرف الرجال؟ لا بعدري. هذا منو هذا؟ شاهين. منو شاهين؟ شاهين الله أكبر. هي. ما يحتاج. لا خبرني تعال منو شاهين بغدادي. شاهين منو؟ شاهين. أنا أنا خبرك أنا شاهين. شاهين بالطارق. إيش حالك؟ الحمد لله. كيف أنت المعرس؟ يا مرحبا. هذا أبوي اللي حضرنا عرسها كل يوم في ند الشباب بارك الله فيهم. يا لهم عيالك إن شاء الله. إحنا بشوفك. زين. يا مرحبا. مبروك عليك سيافي. كيف حالك؟ كيف انت؟ لا خليت منك الحمد لله بخير. والله بركب من ساعه اشوفك. الله يسلم يحفظك يبارك فيك. تلاقى من حول لحول. نعم. معقوله لا في رمضان وفي الصيف رحنا الشتاء والصيف. زين 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 بالله مو هذا مو هذا مو هذا السيد الحين هذا من هذا تبعنا نحن. نعم. محمد بن حسين الخوري. هذا رجال هذا حمدان المزروعي. إيه. هذا مو بعايش في بضبي في دبي. هي. بين دبي وبضبي. يا الله يحفظك. حفظكم ابو راشد عبد الرحمن بالسلاح. هذا هو هذا يطرونه وتقوب بالسلاح وتقوب بالسلاح. هذا هو هذا كمان شو نحن سلاح لنا الحين تسمع في ثور. هي تاويره والله هذا التجار السلاح في دبي. شوف انت ايه والله ايه يده كان يبيع صمعه ظاهره من عندهم. شوف انت ايه. ايوه والله مليون مرحبا مليون مرحبا. وهني ها بعد نفس الشيء. جمال اسم احمد السماك. ليش حتى انه واحد مسوي سماك نسيم. شوف انت شيء ايوه شيء ولد الولد الحين ولا بالدس قول لي من رحيم حد سمع بك. اسمه أبوي علاء. علاء مو علاء 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 ولد قصي القصين. يا ابوك اسمه روحه فنان. ايه فنان. هي علاء ولد قصي القصين تغني بها. هي والله هاي قصيده. هي والله ما زين الا اسمه علاء قصين القصين. شو قصي القصين؟ قصي القصين ربيع بن حرمل. هذا شوف انت علي بن حرمل. يا مرحبا قرب قرب ياي قرب مرحبا. اقول انا اصور وايد ابوي. هذا ابوي الرجال حمدان ما شاء الله عليه. انا بصورك ترى ما شاء الله عليه ابوي ديما ونت. لا لا يا الله. ايه والله اقول انا حد زاد علي. الله هذا الرجال خالد ما شاء الله ما شاء الله عليه. حتات الروس ولا يدل درب بيتهم وين داير ما شاء الله عليك. يلا يحفظك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. حمدان 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 خبرنا هذا الرجال شو سالفته؟ هذا الله يسلمك انسان استاذ. ايه مش شو؟ هو دكتور. ايه وهو مستشار. ايه ان بغيته في الصحه ان بغيته في الرياضه ان بغيته صدق والله ترى ما امزح صدق والله العظيم. هذا انسان تستفيد منه وايد. الرجال ياك الرجال حبيبك ياك حبيبك ياك حبيبك. مرحبا بسمت مرحبا مرحبا. هدا 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 الله يكمل بعض ان شاء الله. كيف انت؟ لا خلا ولا عدم منك يا سمت والله مليون مرحبا. لا اله الا الله. منك ولا من ريحك
ريحك كم سوي يعلمني ما ذوق حزنك شحاك سام كيف انت يا ربي العرب كلمه تموت عليك قال لي وانا من العام قال لها اني بيك وبتلاقى وياك الحمد لله لكن تقصير منك انت سموحه سموحه بديت خشموش قال تسامحونه يا المتابعين الله يخليك على العلم عند الله المراد كلنا ابوي متولح عليك كلنا يبي يشوفك يا سم بعيديه مرحبا كيف انت لا خلاص ايش حالك سن مش حالك كيف انت ربي حمد والله مليون مره قالوا لي بتيلي لا لا اليوم انت يا مرحبا الله يرحمك على الله يرحمك وين طلبي شو طلبك قال هاي صالونة العومة أيوة هذا شغلي أنا شو ما شاء الله من كل شيء يلا يلا بتدعم صالونة أبو محمد صالونة عومة بحياة المطاعم أنت ما استوى شراته في الدنيا العودة الحين اللي نطريها صالونة العومة هذه أبوي اللي زمطوب هذا منو الجميلة هذه صالونة العومة هذه اللي شارب عليهم بطوري عندكم صالونة عومة هاي صالونة العومة هذا صحني كلها نعمت الله ها لما تشوفون ها ها شو هريستم ما في الحاضر مدح ها ما يبالك كلام نضرب الوصوف كلها نعمت الله مكود مريود لكن المميز انا بعرف بصور لكم المميز اللي جليل او نادر او عديم اللي رومي خدمه قبل موجود هو في السوق مكود لكن من روم يخدم هالنمون تاكل عومه ما كأنك تاكل عومه تاكل يا ابوك تحرى عمرك تاكل حيب مبعومه ما في عظام شيء غريب عجيب لا صار ولا استوى واللي يبي عند الشعافره وما ياكل صارونه عومه ويعيش ابيض ما تنكل ولا يوصل عند الشعافره ما طاح جميله روعت عومه تحرى مراود صفد مراود صفد ها ما ها النمونة ما يباهي لا هود لا همك الله ولا هم يحزنون لا ريح لا همك ريح حتى قولكم تحرى عمرك تاكل حيب ريح حتى خنينة ما في سهجة ولا شي ياته ما زينها بزينة هاي نورة بنت حسين ما شاء الله على نورة سوي بلايكس ما شيء فلايكس؟ فلايكس يلا فلايكس. أبوك حسين هو اللي بادع فلايكس. هو أبوك حسين هو اللي مكتشف فلايكس في لندن سنة 76 ومن عقب أبوي العرب كلها عرفت فلايكس. والله يا مرحبا. إيش حالك يا خليفة؟ كيف أنت؟ أنا سوي فلايكس قال ما تدري إن أبوك سنة 71 مخترع فلايكس في لندن؟ حطه. هي والله. والله مليون مرحبا ابو حمدان والله يعلى الله يرحبك على فضله ويحافظك يبارك فيك مازينك مازين كندورك مازين تراتيب ما رمت تخيط لي وحده وياك لا وحده يعلك تسلم لا خليت منك كم وحده مخيط هي كل يوم اليوم الزهري والبارحة يعلني ما ذوق حزنك علم نيابك الجنة الله يحفظك شو اسم والله عليك إبراهيم توفيق تعرفه إبراهيم توفيق عندك أنت يا حمدان يعلك تسلم يا علم نيابك الجنة الله عمرك طويل يا سلام هات لهي بعد هيك بعد هي بطلة يا هذا ما أدري بقياسه ولا لا شي لو حتى ما بقياسي بتغدي قياسي نفاد لو أخف من ريولي يا ربي إن شاء الله في قياسي عاد تعد هذا إن شاء الله هي والله أبداً القياس بالضبط ربك يباك اي والله سبحان الله سبحان الله مشكور لا خليت منك شكرا جزيلا
هذا الله يحفظكم. هاي قصيدة الشعافرة. قصيدة الشعافرة ضرب هالوصول. ايوه جمال علمها السلع يوم الخميس. يلا استانس خلي استانس. خيستينا ما بيبو جرين هلو هلو جرين هلو ابو محمد شفت السمت ايوه هذا ساقه والشعافره هذا اللي انا اطريه اللي اقول لكم يطيح فقله وفقله هالنمونه فقل ابي ممل خرس قالوا ابوي ساقه لا لو من كل لو كل من يونير ما تم في الوادي شير لا عصمه يد من خدم ولا من طرف ولا من عمر ولا من ياب لك تسلم عن الحلوه اللي تتقلقل هاي هي يا غير ها غز الوغدة غز الوغدة غز الوغدة هاي اللي يطرونها ما منو السمك ما يعرف غز سمت تعرف غز الوغدة بيت قوم خالي محمد محمد ابو خدي في وين بيت في الشدقة ولا اللي في الرفاعة ايه بتهامل هذه بيت بتهامل يعني الله يحفظها ايام حلوة كانت الله يجزي خير الله يجزي خير نعم ها ابويا خالد هذا خالد البروفيسور خالد ايه حبيبي وات يو ثينك اوف ذس جادرينج شو تحس مع البركه مجمع البركه مجمع البركه الله يبارك الحمد لله وين هو لا هنا ولا هنا زين فيصل علومك لا خليت منك يا تنعلا علوم انك بتصير بفجيره اليوم ان شاء الله اليوم باذن الله ايه بصير عند الشيخ محمد الشيخ محمد زين زين رد السلام عليهم لا خليت منك رد السلام عليهم ان شاء الله شوف الاسبوع الجاي كان حولك سيره لبنت رابع ان شاء الله يا مرحبا بحسين يا مرحبا شحك لا خليت منك كيف انت يا مرحبا نورتونا ونورتونا طال الله يحفظك هلا بخالد هلا بخالد الله يحفظك يعلني ما دم حزنك يعني الله يحفظك الله يسلمك يا سم انا وايد فرحان اني شفتك انا فرحان اني بشوفك لك تسلم يعلى الله يحفظك يبارك فيهم ان شاء الله خميركم هذا عاد خمير بيض ليطر يا سلام هذا ابو خمير ما بالخمير اللي هالكبير لا هذا الخمير شفتوا المشب على كبر المشب على كبر قياس المشب حمر بطنه وظهره هذا الخمير خمير الشعافرة اللي يتواصفوا به مايك غليظ ها شوفوا القرص اقبض من اقبض طرف واحد اقبض طرف شوف ما زينه مايك عين ريج ها هذا تبعه هذا بعسل ودنيا شيء بالجبن وشيء بالعسل والعسل بانواعه وها ودبس ها دبس حار يدخن ايه عزة الله ابوي متعدنا مصار بس لا خليت منك بس حبيبي بس لا خليت منك بس لا خليت منك بس عمرك طويل وين ابراهيم توفيق
ابراهيم تعال ياي تعال ياي. فيصل والله يبك ما شبعنا من شوفك. سلم على اللي ساير عندهم. بتقول ما قلت لك ولا كذا انت هاي يوم الدنيا لا خليت منك لا خليت منك الورد كل ورد يطلبها قلت يا بك هو حق البيع العادي شوحي شو هاي بنت؟ واحد ولا؟ عبالا الله. يلا. ما أدري بس شو؟ زين هذا. لا لا بس علي واحد. شو هذا؟ ما أدري بس شو؟ وين أبوك؟ أبوك وينو؟ ايوه هذا اللي ابو هذا اللي ابو حسين هذا الشبل وهذا ابويا الشبل وهذاك الاسد هي اقول هذا اللي اخترع فلايكس ها فلايكس اللي اخترعها هذا هو سنه 72 وعقب العرب عرفتها اعطيكم اياها اخبركم عنه هذا خمير الشعافره هذا ابوي خمير الشعافره ولا يطيب ولا يطيب ما يطيب الا بدبس هذا ما هو بدبس هذا البركه الخير كله هذا واللي ابوي ما تطعم خمير الشعافره زين حطها الحقيقه واللي انت ما تطعم خمير الشعافره لا يقول تدخل خمير ذبح حياته ولا يقول تطعم خمير ما كنا تونا فاطرين والله شوف شيء لا صار ولا استوى لا عين لا غليظ لا شياته ولا جاي محرق جاي انك جليل شيره من رغايه المتمني جاي لنا ابوي هذا نفس اللي بطرش العام هذا من هذا من عند عقيل فلكناز هذا عباره عن شو هذا البان هذا البان البان عطونا خريطه العام والحين والسنه جايبين 100 حبه بان شو اللي حق يسمونه اللي عندك هي قوم قوم هي هي ما يهمك يا الله سعيد منهم سعيد الشامس 70,000 البنات مبارك كل البنات كل البنات 60 عيد هذا ها عيد سنتر اي نعم بديك وياك بديك اخذك وياك على راسك في سنة الستينات قال عاشر يا حياة رايح الله يرحمه وياها محمد بن خدية ميت الطاير وعمير وسعيد بن خوي مر لهم أربع بيوت مرة سيد واحد عدال بعض اي نعم ميت الطاير وعمير بن خدية الضوء نعم طاف اليوم هاك لا كهرب ولا شيء سمعتني في الرفاعة في الرفاعة وصلت الكهرباء بيت محمد بن خدية ودينا المغرب وشنطة التلفزيون سلمنا التلفزيون ليل الساعة حطوا لها في العشاء وتعشى والعين الخير لكن يلا يا اهل الجنه كل عيال فريق هاك ما شاء الله هم صغير اكبر هاي كل عيالهم تبدو ويوم حطوا في الكوبوي الانجليزي البيضه اعطني كوبا من الاشياء اللي تروحين والله يا الحين عرفنا البيضه الاول كوبا من الشعير اي كوب من الشعير افلام كوبوي مال اول عيد مترجمه من ارامكو كذلون قدم زين ايام حلوه بحضرتك إيه. انت انت حلو انت حلو في ورد هناك اي نعم هاك الزمان ابغاك توصل كلام هاي الرفاعه شركه الغاز شركه الغاز الاول منو فيها ثلاث انفار هي شركه الغاز ما عندي لا هي عبد الله الشعفار وحياه ابويا وحد بعد وياهم ثالث ثلاث انفار وعقب وخالد محمد
كان يبون الغاز من الدمام من أرامكو. نعم. أول شركة تجيب غاز. إي والله ستينات. الله أبو حمدان عنده شيء. ها؟ حياة جدك شيب. ولا أبو حمدان؟ ها؟ أبو حمدان. حمد تعال يا بديت. أنت حياة تصور كرمس عادة أنت تقول الحين. أبا أبا صبي هاي صبي. وين منهم؟ رايب رايب ثاني شو تباه الحين الحين صور كنت شو ما نباه هو تم بديت خشب انا عندك الغالي انا عندك فوق خلاص متيتكم الكهرباء انت الكهرباء اقول لك 63 خلاص هين انت تعال الكهرباء اول بايت الكهرباء بيت انا عند محمد وخد ايوه نعم نعم حطوا الكهرباء يبيوزه انت انا كان في الواجب ترحب بها بالترحيب عيالي ما يجون البارحه كامل نعم 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 الله يفرح والعافيه يا رب العالمين بلغت سلام دي هي حين بكبرها تسمعك ربي يحفظك اختي الغاليه بنت هامل بلغت سلام ذكر ايام الماضي ايام الرفاعه هاي الايام الطيبه وانت اللي قاعد بالواجب الله يحفظك سلم سلم غالي وغفر للمرحوم محمد ان شاء الله يا رب امين امين محنا طال عمرك عرفوا انك جاي هني هي نعم شباب مواصلين مسوين كوفي على طريقه فليفر اكس كوفي جزاهم الله خير اخواني فاتحين ويوم عرفوا انك جاي طرشت اللاجك مشكورين مشكور انت ما طعمتونا منه هذا ريق ريق قبل طعمني منه شو اسمه اكس كوفي اكس كوفي يقول لي عمك سيف بارك واحد حاول عليه ابو محمد ابو محمد ابو محمد ضروري تطعمه من هذا اكس كوفي شيء غير ما شيء مكان وسع عمرك شيء لا صار ولا استوى يا شيخ كوفي طيب اشكرك طيب انا ما كنت اول اني الا بطعمه كان اقول يا حبيب النبي الله العظيم العافيه اي والله وايد فنان ابراهيم قول بي يا حبيب النبي هات الحليش هذا ما ادري لذيذ ما شاء الله يا زلكه يا شيخ اي والله في العافيه العافيه وين المعرس هذا المعرس وين المعرس وين المعرس كل شيء معرس هناك السمت سمت نرجعك يا سمت. ولا أبوي أنا شيخ بني حترش. منو أنت والله شيخ. ستبى الله عليك الضبعة. هذا إلا الضبعة. أربعة. خفيف خفيف الله يسر امورك يحفظك ويهت الرجال هذا هذا ليه هلا بهذا يعلى الله يحفظك ان شاء الله يا يعلى الله يحفظك يا ابو حمدان يعلى الله يحفظك مغرب راسه يا ربي بغلظة على راسه بين كل شعره وشعره 10 شعرات حمدان مشكول لا خليت منك على هالهدية لومت فيه كانت بصدق لومت فيه ودويه قبص بعين
جزاك الله خير. مشكور مشكور هديت مقبولة. يعلي ما اللي ما ذوق حزنك ولا خلو منك. مشكور يا الحبيب. الله يحفظكم. لفقاع شيلتين شيلتين مال خبيص طحين رقم واحد وثلاث خواشيج روب. ثلاث خواشيج روب ينحط عليه شوية ملح ينخلط زين ما زين وخاشوبتين مخمل وشويون زعفران. يلا عاد بسرعة لأن هذا فيديو وبيخف علينا الوقت ونحن جالسين نامس. ها نعقب كل عباس على دباس. وهذا الماء نص جيك نص جيك الماء. هذا على ما تشوفه. هذه طريقة عيان الفقاع. فنجان شكر ضروري فنجان شكر. نيدو ما تحط حبيب؟ لا لا ما شيء نيدو. يعني المكونات عبارة عن روب ثلاث خواشي ينصب عليه شوية ماء وينخلط وخاشوبتين مخمر. اثنين شوكة. خاشوبتين مخمر شوية ونت زعفران وشكر. فنجان هذا قياس قياس القوطيين رقم واحد نص نص هذا الجيك ماء. هذا كم تخلي تيب حفيظ؟ وهذه نص ساعه. واحد ونص ساعه. أيوة. ساعه ونص لين يخمر. هذا قوام العين يكون سريدي. خلاص نصوركم وقت الصب. شوف قاعد قوامها. يقولون فلان دمه خفيف. هذا يقول لي دمه خفيف. حد يقول لك والله فلان دمه غريب. هذا اللي دمه غريب مثل ما حد فلان مو دمه. خلاص حبيب. أنا شكرا. هذه طريقة الفقاع اللي حفظكم. أهم شيء في الفقاع إن الضوء تكون هادية. أهم شيء في الفقاع أن تكون الضوء هادي وياخذ وقته في التجليب. في التجليب ياخذ وقته والضوء ما يكون شلوطة مال هوي هوي. ها شو شي غادي؟ شرات اليوز يا غادي. ها ها غادي شرات اليوز. يلا حفيد بس بس ضروري تكون الضوء هادي وياخذ وقت لانك ان شلوته الضوء حاميه بيستوي ناضي من خارج ومن داخل ني. شو الفائده؟ فلذلك ما من المفروض ان الواحد ما يستعجل ابدا في 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 خدمه الفقاع. الفقاع ضروري انه ياخذ وقته لين ينضى من داخل. اهم شيء حين لازم تجليب عادة الضوء. ياخذ كم تيب تقريبا حفيظ؟ 15 دقيقة كل صبة. كل صبة مش أقل عن 15 دقيقة. أقل شيء 15 دقيقة حسب توصل إلى هالقوام ويغديلك ويغديلك ناضي من داخل ومن خارج. ما يغدي من خارج نظر ومن داخل عين ما ينكلها. شو ها غادي ها شرات اليوز. وهذا شكل النهائي لفقاع عقب ما يذهب مرة. ها هذا شكل النهائي. هذا شكل النهائي. ما فيه عيين ولا فيه هم مكلة ولا هم يحزنون. شوفوا من داخل ناضي ومن خارج. وهذا حين عليه سمسم. الشعفار شكرا على حسن الضيافه وطالت عماركم. مشكورين. الله لا خلانا منكم ادفع الشر والبلاء عنكم عن كل من تحبون ودون. يعلى الله يسلمكم. شكرا على كل ما قمتوا فيه. شرفتنا بيت بيتك طال عمرك. كل سنه نباها كل سنه مرتين ثلاث مرات. سلموا على الصغار والكبار والبنات والعيايز وهالبيوتكم. مشكورين. فريجكم كامل مره لا تخصوا. مشكورين مشكورين. وين جمال؟ جمال يلا ما لا خليت منك. الله يطول. شكرا على حسن الاستقبال. الله يطول. سلم على الاهل الصغار والكبار مره ما لا ما خصلك حد. الله يطول. يلا الله يطول بعمرك. مشكورين مشكورين. لا خليت منك. الله يحفظك يا رب. شكرا. ابراهيم توفيق لبيه. ها انبسطت عند الجماعه؟ يا الله شفت ايش ودي ماخوذ هذا بس في البيت. هاي الشعافري يا ابوي منورهم عليهم. جزاك الله خير. ما في ما قصرت. انت فنان ابراهيم انت فنان. من بعدكم من بعدكم الغالي.
سيافي. يا مرحبا. شكرا لا خليت منك. يا مرحبا. شكرا لا خليت منك. شكرا حبيبي. تحياتي لكل الأسرة الكريمة. سلموا على الأهل. سلم على شيبك. إن شاء الله. ما ما عيب أحد يقول على شيبه. شباب ما شاء الله. يا الله يحفظك. رد السلام حبيبي. الله عاد بس من هالمواية إبراهيم. ها. هي ها. يلا عاد يلا يلا. يلا عاد غراب وحل على ياسمين. يلا في مالا أكرمكم الله أكرمكم الله. الله يحفظكم. قررت لجنة التحري التوجه إلى دبيمون. سايرين قوم أهلال جدمونا ونحن الحين إبراهيم توفيج والخبير. هذا اكو الخبير ويمت في زرورة. هذا ابو محمد. اهلين اهلين. زياره أهلين. زياره جميله اليوم. شو رايك الجماعه؟ اي والله تمام. يستاهلوا من يسعى لهم بقدم ولا لا؟ اي والله. ناس كفو على حله. وانا ما اسعى بقدم الا جدا الناس الطيبه. ناس الفنانين. اي نعم. ابراهيم توفيج. انا ابوي. كيف حالك؟ خير. كيف انت؟ ابوي بالنسبه لبيمول اليوم في حركة في حركة هبشرات البارحة البارحة كأنه حد رايغنهم العرب من دبيمون. اليوم شيء حركة تو الليل عيد وشيء حركة. البارحة ما شيء حركة بالكوفة أبدا. القسم الجديد في المول الجديد في دبيمون. يا يا سلام. محمد كيف حالك حبيبي؟ كيف انت؟ شوف وانت هاي انا شوف نور جاي منا يا شيء يلمع. أنا مبشني مصري. كيف حالك؟ الله يحفظك. كيف انت؟ طيب. الله يسلمك. بارك عليك ما تبقى من الشهر يا أخي. طول بعمرك يحفظك. أنا البارح فرحت بشوفك. أنا فرحت بشوفك حبيبي. أنا دوما خبروني قالوا لي أنك موجود على الكوفة. أنت بوبي سن الخيمة. والله قلت إي والله قالوا لي. قلت لهم مو كان يجيك. إي والله بديتك أخذت الله بخير. جزاك الله خير. أنت بخير؟ الحمد لله أنا بخير وسهالة. اليوم فاطر في البيت. إي نعم عند الشعافة. مرة ثانية تفطر عندي. إن شاء الله. والدتي تفطر. يعني ما خليها منك إن شاء الله. عيوني. عيوني إن شاء الله. عيوني حبيبي حبيبي. جوي جوي سوري خاطري اجلس ويا المدام واسولف وياها. الله يحفظك. وين طايح بال؟ يوم قلت الحظ للشلقه والبلقه وخايبه الملتقى. احيانا شلقه والبلقه يعني. اي والله وين شو هالحظ اللي عليك انت؟ لا 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 انت حظك عاد مره كسر الصخر. حظي وايد كسر الصخر. والله شو بقول لك امر امر. يعني الله يهنيك ان شاء الله. يرزقكم ان شاء الله الذريه الصالحه. يعني ما بينكم يعني مثل البرازيليين. الحمد لله هذا زين. هذا احلى لون هذا الجولدن جولدن كلر. شوكليتي. يا سلام. الله يسر امورك حبيبي. يعترفك عاد انت فالح بلاقتي النفس خايسه بلا نفسي ولدكم. نسوي لكم فيديو ابو محمد. يا سلام ابو محمد. نعم هذا ابراهيم توفيق. هي نعم غني وايد صغير صغير وفنان صغرتي صغرت طاف مع زينه كان عود انا لغزوز بيت فطرا. واقف بين نفرين يعني دبس الرمان شو رايك؟ ها وانا في النص. يا سلام. الله يحفظكم ويبارك فيكم. شو كانت الرحله؟ رحلة ممتعة. محمد منو ما يستانس. اوكي بلد رقم واحد جميل جميل. ما يتذوق يعني. لازم يصير لازم يصير ان شاء الله. الحين شيء سير حق زنجبار وسير حق النيبال. شو قصدك زنجبار؟ اختار يعني. انا والله الشباب الشباب مدخلين الصراحه زنجبار؟ انت سير يا ابو محمد. على اساس الزنجبار يودوني هنا. ليش؟ انا مقوم انت منو مقوم هذين؟ هم مكلته. انا لا انا مكلته بس قسم البلوش. يلا حبيب قلبي. الله يسلمك. مع السلامة حقيقي. رايك؟ يا أخي شيء شفت هالقسم الجديد؟ لا شيء الصراحة من الآخر. أبو خالد شو رأيك في هالقسم الجديد؟ والله من الآخر شيء فنانة؟ هذا أكبر بوتكرولكس. وين منهن؟ هاي إن شاء الله وصل. والله شو دراك؟ لا خليني أنا أكبر بوتيك رولكس في الشرق الأوسط. أنت محمد رسول شو يجيلك؟ محمد رسول ابو خالد محمد رسول شي يخصك ونسيه ولد عمك ابوي يمدح السوق من ربح فيه. لا ما صديقي ما صديقي هي. ما تدي اول مره. السلام عليكم. انت ما تبلى هنا هل في شو شو وين سكنتم هل؟ اعلان. في اعلان؟ نعم. سلم عليكم ابوي راعي راعي اعلان. راعي اعلان. مرحبا بهالاعلان.
السلام على جماعتكم، الله يحفظكم في عباده الله. امين يا رب العالمين. يلا يا رب تحفظ عمان واهلها ومن سكن فيها من كل شر وضر، والتاج عليهم يا رب العالمين، تحفظهم من هالامور اللي جايتنهم. والله يا هلال بن محمد ينا مشكله 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 هلال، ودر ابوي الدنيا كلها ويا سبوي خبر عن جفور هو مع محمد خوري. خبركم ناس وايد تخبر عن جبار حب لكم هلال. يلا يا رجال زين. الخبير 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 يعان ترى ظاهرين بيت الشعاف رمازين يبقونا وحين شو تبي انت؟ انا جاي اكل كنافه اليوم. كل يوم هو كل يوم؟ امس كلنا كنافه، كلنا امبارح كنافه، كلنا تحت الحين مرات فوق كنافه. ده المكان انت؟ ايه. اسمه؟ نادو. لا يا ابوي هبي البارحيين اكل باكلنا عنده. اي بس ما كنا، كنا تحت وين طعنا فوق الاثنين، كنا فوق وكنا تحت. لا تعيزني، لا لا بنطر مكان ثاني خلاص. نغير نغير غير، لازم شي مكان مالك نافذ. ان شاء الله. بسم الله الرحمن. حبيب حبيبي يا ابو محمد. ابو محمد صممين على الأدوية؟ نشرب لنا شيء. ايش ذلك؟ وعلى طول من بعد الأدوية لدور مكان. طبعا. لكن عاد الزحمة. تحيد أبو إبراهيم؟ نعم. وين؟ في اليابان. في طوكيو. طوكيو. كان فنان صح؟ أكيد. اليوم مرحبا ابو خالد. ابرك كم ساعه اشوفك. يا زين يا زين، مخوك يا ابو خالد ويا زين ربعك. شرف. الله يحفظك ويبارك فيك. لكن لو دريت انكم جايين فيها السياره الفنانه حرام لو لا تعلق في فيكم تعليج. والله غميضه يا ابو، ما دريت ما دريت يا ريال ما دريت. والله بس انت من تظهر منك لهني. انزين وانتم تخلوني اسكت. تعرف ما تهدر منك هني. بيتخاد ابو خالد وهو يسوق. ابراهيم توفيق بلاك يا ابوي. قول اي شيء، قول لي اي كلمه اي شيء، قول لي ايش هذا. انا مستانس اكيد مستمتع وايد. اللهم لك الحمد. يعلدوا وتشرفت معرفه الشباب الطيب. يعلك تسلم يعلك تسلم يعلك تسلم يا ابو توفيق. الله يحافظك ويبارك فيك. ويحفظك ان شاء الله. شكرا ابو محمد. العفو. ربعك والله ناموس وطرب وكل شيء زين كان. شكرا على حسن الضيافه. الله يسلمك. على هالمكان الفنان لدوري. لدوري البارحه نحن هنا، البارحه نحن هنا لدوري، لكن ما كان له طعم. انت يوم انت اليوم انت ابو خالد. يا الله. الله يسلمك. يلا في ذات الله. الله يحفظك ابو محمد. ما ادري. لا تطلع خف علينا ما تطلع. يلا يلا صدق والله والله ما تطلع. هو ان مستر حمد ما يطلع عند اللواتم ليش يا اخي؟ وين جاي اليوم بتيبه؟ ليش يعني ما تبى تطلع؟ ما اطلع انا يوم بوصل نفس جمالك ما طاي. خليني اظهر مستر حمد بس موعدنا على الغداء ان شاء الله. ان شاء الله توكل على الله. يلا والله ما طاي. خليني اظهر. شوف انت والله ما انبسطنا وعينا من الله خير واستانسنا في هالمكان الفنان. اللهم اجعله بلدا آمنا وافرح حله هو ومن سكن فيه ومن سار عليه ومن ياه. يا الله يا رب تحفظ بلادنا من كل شر وضر ومن الحسد ومن البغضاء والضغين ومن كل مكروه يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. وتحفظ هالعمان سراير غيبك يا رب العالمين، انك تعافيهم وتعفو عنهم وتخفف امابهم يا رب العالمين.